عندنيش حاجة. بموت في ضحكة الكابوريا اللي أنت بتعملها دي. ظريف أوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفل 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 ايه ده؟ طفونه يا بابا طفونه. خد عفونه مش طفونه. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص صح؟ مفيش امل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فرقه الساحل الشمالي. يا نهار ابيض الفيلا كده الجنينه كده البحر كده يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتلك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال. بصي الجمال شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي اول ما شفته ما استخسرهوش فيا ارخص من مصر ب 29000 جنيه تخيلي. بصي وليلي الله الماس يا لهوي الماس. مبروك ألف مبروك حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ولا ايه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رأيك أنا خايف أنزل الشريط الناس تتوه. يلا يا ياسر يلا يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم يا بغداد يعني لكم يا بغداد يعني لكم اقول ده طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره لكم انا اقول ده يعني لكم انا اقول ده. الله الله برافو يا حبيبي برافو يا حبيبي ما شاء الله يا محي ابنك مش محتاج لشريط اطفال ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محي ميرسي يا لمبي عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت ايه بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال البوك. انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوة، مفيش فلوس حلولي. اقول لك ايه؟ نشمة، نشمة زي النشمة. يعني ايه يا لمبي؟ الله ايه يعني ايه يا لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عادل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص، هديه؟ امشي اطلع بره. الله ما بره بره انت يعني هتطلعينا من الكونسول. على فكره انت قوليه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله، هات الخياره. هات الخياره بتاعتي. وليا مقتدريه. حجر، عايزه هنا. عايزه يا بنت. عايزه انت عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسرك نفوخك. تعالي طب بالراحه طب اطلع بره طب بالراحه طب بره يا بنت بالراحه اصلا ما تعصبنيش انا بابو امي والمصحف على عكسلك ده فوق اقعد قعدنا اتفضلي ارغي لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تحت باطي ولا غيرش منه ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف مع اختي وجوزتي محي؟ لا نطلع النجم
نطلع. انت مش عايزه نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب7 مليون ونص و59 كرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير انه يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مر طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى خلاص، طب بقى ما تعيطيش بقى نوجا بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. البنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي. ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمة تانية هكرعك برا. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي الام النضارة دي، النضارة دي هي اللي مبوظة علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جردل ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض. نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله حرام عليكي. طب يا نندي ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيب. طيب الله يخليك. مصدق والله انا عندي سرير بس لازق في رجله جردل كده، فقلت ممكن تشنج. لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب شكرا جدا. شكرا جدا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجي لي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس اشوف الحل ارجوك، انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام. هذا السرير ده كتم للصوت، هو ده اللي هيبقى في العنتابلي. امرني. الله الحلاوه دي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. والنبي بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي، هل انت كنت واقف مع الدكتور الف لا باس شر عليك؟ كنت بخصوص البق ده عيان الف لا باس شر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه يا نادي، هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ اه ده؟ اه 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز، انا عايز حاجه اوطى من كده، يعني حاجه اوسخ من كده شويه. ايه ده؟ 900 جنيه بالمشال. اه ده حلو قوي ده، ده انا جربته. حلو؟ انا جربت اه ده، عملت كده وكده فكتم من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال. لحد البيت بالمشال؟ اه. طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟
والله انت ظريف جدا. ايوه قوي ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله. ربنا يخليك. طب السرير ده حاضر ان شاء الله. هقعد ادفع الفلوس هنا في الكافيه؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه مرسي يا سكنانس.